هلو، معكم مازن من قناة فاكت 777. بأول الفيديو بتمنى الكل يشتركوا بالقناة ويفعلوا الجرس لحتى توصلكم فيديوهات عطول. الفيديو اليوم هو بيحكي عن تناقضات باللغة الألمانية، رح نحكي عن جزء كتير صغير من اللغة الألمانية، 3 أو 4 مصطلحات لحتى تشوفوا انه في شغلات كتير متناقضة لحي حدا جديد عم يتعلم لغة ألمانية حيتفاجئ فيهم. منبلش بأول شيء مصطلح Wegbringen. على فيك برينجن اكيد بس واحد يحكي ما منتبه عليها، بس هي اذا بتلاحظوا انه فيك برينجن اول شيء هي انك تاخذ شيء من محل لمحل، اما اذا نفكر فيها للثانية هي فيك اللي هي شيء ناخده تروح بعد نكبة، وبرينجن هي شيء نجيبه، بس هون محطين مع بعض اللي هي فيك برينجن مقصود فيها انه شيء، مثلا واحد قال لك بيتي اي شيء، مثلا كاسي فيك برينجن، انك تاخذها من محل لمحل، هيدا المقصود فيها فيك برينجن. اذا تناقض انه فيك وبرينجن نفس المصطلح، طبعا المقصود فيها بالعربي انك تاخذ شيء من محل لمحل. مصطلح تاني كمان تغاور فاير. شو يتغاور فاير؟ بس حدا يموت يعمل عليه جناز يصلوا عليه وبعدها ممكن يلتقوا، هيدا بيقولوا له فيه تغاور فاير. فاير هي نفسها يلي بس تقول فاير ابند او فايرن، فاير اللي هي تحتفل بشيء، هي نفس الكلمة تماما فاير. اذا تغور فاير انه كيف الواحد عم يموت مات وفي احتفال بالنص، هذا نفس الشيء نشوف تناقض باللغة، بس هي كل بساطة اللغة هيك بدنا نتعلمها. هي المصطلحات. كمان شغلة تانية بلاحظها واحد بس يتعلم اللغة بيكون جدا جديد وشغلات أساسية اللي هي مورغن. بتلاحظوا انه أول شيء بس تقول صباح الخير بتقول مورغن، أي حدا بتشوفه بالطريق رفيقك بالشغل بتقول له مورغن صباح الخير. كمان في عندك مورغن يلي هي عبكرة. والشغلة التالتة كمان بتقول هويتي مورغن، بتقول اليوم الصبح. إذا كلمة مورغن عم استخدمها 3 محلات استخدامات مختلفة، بس هي نفس الكلمة أو نفس اللفظ تبعها ممكن تختلف بالكتابة. اذا مورغن بتقول صباح الخير، مورغن بتقول عن عبكرة، وهوتي مورغن بتقول اليوم الصبح. وهيك مشاهدينا هذا بيكون جزء صغير من التناقضات او المصطلحات يعني مرات ما بتعطي اي معنى او منطق. بتمنى يكون هذا الفيديو فاتكم واكيد موافقين بدرسكم. نشوفكم بالفيديو القادم. تشاو.